نبدي في شغل أنا وعيالي مستمتعين ومستانسين معاكم كلكم. أتمنى أنكم مستانسين معانا اليوم الافتتاح الكبير لعصير تايم. أنتم متعودين أنكم دائما تشوفونا باليوتيوب، مثل ما تحبونا إحنا بعد نحبكم. بنعيش اليوم أحلى يوم معاكم أنا وعدنان وبوبو وعادل وفروحة وحنان. نفتتح المحل الليلة وتكون هالليلة أحلى ليلة، أي هم يشغل تفكيرك شيله، اللي يبي يكون معانا وينه، نشتغل هني أنا وعيالي شغلكم ولا تعطلوني، الليلة غير عن كل ليلة. الله الله، اليوم راح اشرب عصير وايد حلو، عصير برتقال، عصير كوكتيل، لو سمحت لو سمحت عطني عصير. بس انت كمر بتاخذ؟ مو ببلاش، احنا قلنا بلاش بس مو تخلص لي السلة. عجول عيب، ايش قاعد تسوي؟ اخوي حبيت غشمر، تفضل اخذ اللي تبي. ما بشي عدول، ليش زعلت الريال؟ يا جماعة اخذوا اللي تبونه، ما حد راح يطلع من هني زعلان. محلش كبرى عصير ببلاش وما بيعطوني. انت ليش قاعد هني؟ هالمكان حق اللي بيشترون، ما عندك شيء تشتري، ليش قاعد هني تسوي زحمة؟ قوم روح. عادل لا يا يما، ما يصير شي نكلم الناس. ما علي سامحنا، ترى عادل مو قصده قاعد يتغشمر وياك، تفضل اختار اللي تبي. ما بشي، بس لا طرختي تاخذ عصير ونمشي. انا ما بشي خلاص. لا لا فعليكم، ما تطلعون زعلانين، واذا تبون عصير بنعطيكم عصير، بعطيكم شيء احسن من العصير بعد. تعالوا تعالوا، شيء وايد حلو، فراوله وكاكاو الخوي. فغغوه فراوله فغغوه فراوله فغغوه فغغوه ولا فراوله؟ فراوله الحمراء. ايه صح، فغغوه. فراوله، قول فراوله. فغغوله فراوله فراوله فغغوه صح. يعطيك الف عافيه. الله يعافيك، موفقين مشروعكم الحلو. حياك حياك. عادل يا يمه، ما يصير ولا احد يطلع من عندنا زعلان، اوكي؟ ركز اليوم ويانا. يا عادل يا حبيبي، المحتاج نساعده، وإذا يبي عصير نعطيه خمسة بدال العصير. لازم يا يما ما نستقوي على الضعيف، بي يوم تحتاج أحد يوقف معاك وما رح تلقى أحد يوقف معاك من فعايلك إن شاء الله. يلا يا جماعة، حياكم الله حياكم الله داخل المحل، تعالوا جربوا منتجاتنا الجديدة، جربوا عصايرنا الحلوة الجديدة، حياكم حياكم، راح تعجبكم العصاير والخلطات الجديدة. يلا امشي وراي. كيفك؟ وخر عني بروح قبل يا ابوي.
سمعوا الغناء ليلي دنا ودندنا منانا لا بكون مثلنا ولا كوف شرنا نسمع اوامر الزعيم حبيبنا زعيمنا سواد مستحيل تكون عاد ليلي طويل كلها سواد مستحيل ترد لي عاد وين اللي حب يسهر الليل صوتي أقوى من عبد الحليم طول عمري وأنا أسوي رجيم وأنا صاحب هذا المحل القديم بس في شي صار سبب لي إزعاج وحيل أكرها وعكر المزاج منو هذول اللي خذوا القرار حولوا محل العصير هذي العائلة معروفين ما ندري شلي يا بوم الحين وايد ناس حولهم ملتمين على نشر المحبة والسلام هم قادرين انتوا نايمين ولا صاحيين؟ صاحي طعم ليش كذي ليش؟ سؤال لهم ولا لنا مفهم لكم التو شبيك؟ انتوا ليش؟ ويكم في ويكم في هذا يمك احنا شفيك تصرخ طال عمرك شنو هذا اللي قاعد اشوفه قدامي شنو هذا محل من متى فتح اليوم فتح وانتو ويكم انتو احنا وياك ما خبرتوني احنا بالمحل محل عصير وتبطل قدام محل العصير مالنا وين المشكلة مشكلة لا ماكو مشكلة ليش مشكلة هيا شيك معصب قاعد تصرخ ماكو شيء شفيك لا محل هذول جيراننا يعتبر جيراننا يعني. ليش غيرت كلامك طال عمرك لا ما غيرت كلامي انا كذي كلامي انا اخلاقي كذي يا زعيم توك بحصل تقول حق مبطلين لا من قال لك انا شاك ان الزعيم شاف شيء شنو هي مادة انت شايف شيء لا مو شايف شيء ولا شيء انت ليش ايش فيكم انتو يعني انا مو شايف شيء صاير ايش فيك صاير يا زعيم ايش فيك ماكو شيء هو شاف شيء صح هو شايف شيء صح الشايف زعيمو شايف يا بس سجاني وي شنو شنو يغير بغير شنو غير بغني؟ يغير ما الفهم؟ هيا قاعد يطل في احد يطل؟ ها؟ في احد يطل؟ ها؟ شنو؟ شنو من ليت شاب مخباتك؟ لا والله هذا من الخرعه من الخرعه شنو؟ حاكي قول قاعد اقول لك كذي شنو في؟ شنو رقيه؟ لا مو بطيخه؟ لا ولا بطيخه ها كذي ويتكلم كذي يتكلم شنو هذا؟ يعني قاعد هذا يمشي بوكيمون عنده ايدين ايدين وايد ايوه بعدين كل شيء ما فاهم كذي يبا الحين مو مشكله الحين مو مشكله ناس قاعدين عندنا ما يخالف هذول جيراننا ولازم نحبهم وما عندنا شيء مشاكل معاهم ليش نسوي مشاكل احنا ما نسوي مشاكل احنا وين تعال حرامي لابد ورا المحل جاسوس ورا المحل في حرامي ايه ورا المحل في حرامي ايه شباب شيكوا في احد بعد ورا المحل ولا لا بسرعه قاعد تسوي ايش حاجة قاعد يا يبوك تركيبتنا ايه يا يبوك ايه هذا جاسوس يا يبوك التركيبه اللي ما حد يشرب منها يلا حاطك تعال صادة يا قطه الحين قطة أنا أقطع أقطع تعال
تعال يا عادل. ايش عرفك اسمه؟ خلوني شوي دقيقه. قول لنا شو اسمك يا عادل. قول لنا شو اسمك يا عادل. ايش حق اسال؟ عشان تعرف منين اقول لك شو اسمك يا عادل. قول لنا شو اسمك يا عادل. اسمي عادل امام. في قطات. قطات على جده. تعال قول لنا يا عادل منو قلت لي؟ عادل امام. اسمع اسمع يا عدنان ولد كمال. ادري انا عدنان. اسمع 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 يا عادل ولد عدنان كمال. عرفهم؟ اي انتم مال دي جي لايف صح؟ لا ها؟ بي جي لايف. بي جي لايف اعرفكم عادل. اسمع تروح الحين داخل يا يا اسمك انت اليوم؟ عادل امام. تروح اليوم داخل يا عادل وتروح حق ابوك عدنان يقول حق بشاير يشيل بوبو وحنان ويطلعون الحين من المحل. بسرعه اطلعي. روح يلا. اروح بسرعه. روح خلص. لا لا يروح. لا تعال 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 تعال, تعال. روح يا روح 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 خلاه يروح. ترى ندري ان روان قاعده تدرس بمانشستر ماشي. شنو روان؟ منو روان؟ ترى حنان لما تعورت سنه الجبس ما شالوه من ريلها. ندري ندري. منو حنان؟ منو جران؟ شنو خلك؟ ندري ان اي في قاعده بالبيت. ندري ندري. منو اي في؟ بعدين اقول لك. منو اي في؟ بلاك. ادري بلاك يخرع. ادري ادري. منو بلاك؟ تعرفون بلاك؟ تعرفون بلاك؟ تعرفون بلاك؟ يعرفون بلاك اكثر منك. ايه؟ هذا مو بي جي هذا. ايش تبي؟ انت ايش تبي؟ شلون تعرفك يا بابا؟ انا فند. تفهم؟ انا متابعهم باليوتيوب مسوي لهم فولو. والله يعني تدري بطل المحل؟ وادري بطل المحل مسوي لي فلوج انه يفتحون محل عصير تايم ويا تعيش عشان استانس معاهم. وتدري وساكت؟ ليش تسكت؟ شو طال عمرك يدري وساكت مو قايل لنا؟ شلون كذي؟ خلاص احنا نتصرف. وخلى الولد ينحاش. هذا عدول تدري اذا صدناه واحنا خطفناه وخشيناه هذول يمشون ما يقعدون هني. زين شنو الخطه؟ لازم نقعدون هذا نخطفه. ايش نسوي؟ ايش نخطفه؟ شلون؟ لازم اخطفه انا. خليني افكر. اي نطلب منهم. أيوة. نطلب اول ما يطلع عدول نبوقه ونحاش. ايوه نطلب من المطعم. نطلب اي نطلب من هذا بس ثاني. أيوة. طلب من الابلكيشن. هذا تطلب ابلكيشن عشان لما يجي السيكل مال الابلكيشن تطلع حنان تعطي تعطي الطلب وانا اروح واصور سيلفي مع حنان. لا ما تصور في سيلفي. ابي اصور سيلفي مع حنان. لا ما تصور سيلفي. ابي اصور سيلفي مع حنان. لا ابي اصور سيلفي مع حنان. ابي اصور سيلفي مع حنان. ماكو ماكو يلا بس 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 خلاص بس ابي سيلفي مع حنان. بس 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 ابي سيلفي مع حنان. ماكو بس خلاص. تعال وقف مني. هذا خلاص هذا اتصرف. روح اتصرف. هذا روح هذا ذبحنا هذا. اي والله احنا الحين قاعدين فروحه موجوده وياها. فروحه موجوده. فروحه موجوده. الله انا حد احب فروحه. صدق صدق ابي اصور سيلفي يا فروحه. بعد انت بعد ابي اصور سيلفي. فساد فساد. ابى اصور وياه يا عمي. جد هدينا مشكلتنا. احب الروح صغيره. انا اصور صوره سيلفي مع ابوك. خلاص انت تصور سيلفي مع بلاك. اي خلاص خلكم معي. امسكوا ظهري. شوف لا امسك ظهري يعني احموني احموني. شلون احميك؟ احميني يعني اذا انا طقيت الباب ابيكم قدامي توقفون. انت بتطق الباب؟ اي بطق الباب. واصور سيلفي يا بروحه؟ ذبحته بس. وصلت مع ابوه حنان. هذول منافسينا. شلون قاعد تتكلمون؟ خلاص انت فوق. انت الحين بدك الباب. انا بطق الباب. ايه؟ خلكم واقفين ان شاء الله وخلكم قويه. ها ان شاء الله. حاضر يلا استعدوا. مستعدين. انتوا يا اخوان يا روحوا. حياكم الله حياكم الله. يمه حياكم الله حياكم الله. نورتونا وشرفتونا. نتمنى انكم استفدتوا واستمتعتوا بتجربتكم داخل محلنا. حياكم. حنان يمه نسيتي تورينا مفاجأة اليوم؟ اي والله نسيت اعلن عن مفاجأة الافتتاح. بعد لي ثلاثة واعلن عن المفاجأة. ها تعدون معاي؟ تعدون معاي؟ يلا واحد اثنين ثلاث. ايه عصير سوبر بوبو.
عدول ايش فيك؟ الناس قاعد يسمعونك. لا مالي شغل، العصير لازم يكون باسمي لان انا الاكبر والاولى. هذا ايش دعوه ترى؟ بس عصير، لا تزعل. اكيد انت مستانس عصير باسمك كل شيء. يلا روح. لا يا عادل يا حبيبي، ما يصير شيء نكلم اخواننا، لازم نتمنى حق اخواننا الخير. الواحد لما يكون بيده شيء زين لازم نتمنى له الخير، صح؟ لما بايده شيء زين لازم ما نحسده، صح؟ صدقوا حق روحكم يا شطار. شفت يا يمه؟ هم يعلمونك. يلا يا حبيبي تعلم زين. عدول عدول عن سوالفك، الناس واقفين، امشي خلينا نوزع عليهم العصير. ما بي. حياكم الله حياكم الله، احسن العصاير عندنا. اذا ودكم تصيرون سوبر هيرو ما لكم الا سوبر بوبو. تفضل عصير سوبر بوبو الجديد. صدق؟ اي اجرب عصير سوبر. تفضل. اقعد 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 اقعد. شنو هذا؟ تفضل عصير سوبر بوبو. هذا سوبر بوبو؟ اي تفضل. عندكم فيلم بوبو؟ اي عندنا. زين فيلم بوبو مترجم؟ ليش؟ اوه ايش فيك؟ لذيذ؟ لا عجيب. لا تبالغ لا تبالغ. بجرب بجرب اجرب. اه استنتاج عليها سحبه. اوه شنو هذا قاعد تشوف؟ ابي 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 ايش فيك؟ خوي خوي خوي. وايد اوفر وايد اوفر. عجيب عجيب يا زعيم. وايد حلو عصيرهم. جرب جرب جربه جربه جرب. خلي شوف شوف. ناطق. واع مو حلو مو حلو هذا مو حلو. شنو هذا؟ عصير اخضر ارباوي شنو؟ ازرق. هذا ازرق. ازرق يا عم الوان. ازرق. انا شو اخضر؟ لا كبر شين. ازرق ازرق. العصير العصير مو حلو؟ ايه. ترى الناس اذواق، اذا مو عاجبك احنا عاجبنا، احنا تعبنا على العصير وسوينا الخلطات، في ناس وايد يعجبهم العصير. شلون تعبتي يعني؟ شنو سويتوا يعني تعبنا؟ يعني شنو قطع البحر ولا قاعد تركضون تقصقصون هذا طماط وخيار وهذا توت؟ شنو طماط وخيار؟ حبيبي هذه وصفة فتوش، ايش قاعد تقول انت؟ اي بعدين شنو؟ حاط ماكينة جاهز ويق ويق، بعدين مقطع تك تك وبس. شنو تعبتوا عليه؟ شنو تعبتوا عليه؟ احنا على قولتك الماكينة ويق ويق ونركض على البحر، احنا ما ركضنا على البحر، بس احنا سوينا الخلطات، تعبنا عليهم وجربنا وايد وخذ من وقتنا، وبعدين شوف شوف المحل، شوف الوانه، شوف الشعار شلون حلو وواضح. وين الوانه؟ شنو هذا؟ ماكو تنسيق الوان، جايب قوطي صبغ وراسه، شنو قص علينا انت؟ ما في تنسيق؟ ايش تبون انت ايش تبون؟ هاي اقول لك ايش تبي؟ هذا اقول لك ايش تبي؟ نبيكم تشيلون قشكم هنا وتطلعون. شنو؟ وشنشانه حتى شنشانه. ايه شيلوا قشكم، ما لقيتوا الا قدام محلنا تحطون محلكم، روحوا شارع المطاعم. 60 محل بشارع المطاعم ولا شارع سالم مبارك ما لقيتوا الا شارعنا وقدام مطعمنا تحطون عصيركم وسوالفكم. اي والله. حبيبي تدري انت منو شرب هنا عندنا بالمحل؟ منو؟ مايكل جوردن. ياه من امريكا، مد ايده بالعصير وشرب ورجع، وحتى صورته موجوده داخل. صح صح. ما بنوصل صوته. هذه مايكل جوردن؟ لا ما دلت. حتى فنان نبيل شعيل سوى شرب عصير وسوى صوره كذي وصورته داخل عندنا. مايكل جوردن نبيل شعيل شربوا عندكم؟ ايه. أنت تدري من شرب عندنا؟ منو؟ الأبطال حبايبنا. شربتوا عصير تايم؟ حلو عصيرنا؟ شف؟ أقول يا حجي ميرندا شيل عيالك وشيل محلك، يلا طلعوا برا، يلا يلا وحروا عن هنا. يلا نطلع برا؟ ايه. الظاهر أنتوا ناس تحبون المشاكل. ايه. والناس الناجحين اللي نفسنا ويتعبون ما يحبون المشاكل، ولا عندنا وقت حق المشاكل أصلاً. وبعدين انتوا لكم محلكم واحنا لنا محلنا وكل واحد رزق على الله، ليش انتوا تتهاوشون؟ يعني هذا اخر كلام عندكم؟ اي اكيد. اي يصير خير. يما يبا العصير اللي بالبوكس خلص، لازم نسوي كميه جديده. اوف صدق؟ اي خلص. اي شو نسوي الحين؟ روح سوي كميه جديده. يلا يلا تعال تعال تعال. نعم نعم. انت ابوها ولا انا؟ انا اعوكم فيك كمان. يلا 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 يلا. طقوني طقوني. طبعا هذيلا عائلة عدنان الأشرار. طقينه. تنمروا على اخوي وطقوه. إيه. حتى هم لابسين افندي وقاعدين ياذوننا. هذا هذا
هذا طقني هذا. منو؟ هذا الفيتامين سي طقني. هذا طقك؟ لا تنشر لو سمحت لا تنشر. ممكن سيلفي معاكم؟ لا. ويبيعون عصير ورموش واشياء انا اوريكم. حنان الكمية خلصت؟ ايه. اوف شو نسوي الحين؟ يا جماعة سامحونا الكمية خلصت. لا. نوعدكم باكر ان شاء الله بكمية جديدة. يا مرة وايد تعبت. اي والله حتى انا وايد تعبت بس احسن شيء ان بعنا اكثر مما توقعنا. ترى عادي لو حاطين عصير باسمك الحين بعته وايد اسرع. عادل مو قدامهم. تعال داخل يمه نتفاهم. يلا يمه يلا امشي داخل. عاد ما لقيت اللي قدامي عذال؟ احنا عذال؟ عذال؟ احنا عذال؟ انا عذول؟ انت عذول؟ انا ما انا عذالي؟ لا عذول عذول يعني احنا عذاذيل؟ انا عذاذيل؟ احنا عذاذيل؟ شو نسوي الحين؟ شو نسوي؟ ما ادري. عصير مخلص عصير مخلص. هذا فرصتنا. شنو هذا فرصتنا؟ شنو ما دام عصير مخلص ايه احنا نجيب عصيرنا. زين ايه نوزعه حق الناس. ايه هذول الناس اللي راحوا ايه؟ واحنا نادوهم نادي الناس وانا وحي بعصير. انت تروح تجيب عصير؟ ايوه وحي نادي الناس. ناس ناس يا ناس يا ليواد ايش فيك يا ليواد يا ناس يا ناس يا ناس 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 ايش فيك؟ خفت عبالي انسان. وانا شنو يا زعيم؟ يا ناس يا زعيم زعيم يا جماعة قولوا بدور دور. أي دور؟ كل واحد يوجب دور. دوره. ماكو أحد ماكو أه؟ ماكو أحد. وين راحوا؟ ما يو عشان يروحون. ما يو هما. تعال عمرك تعال 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 الحين تعال عندك قبل العيون الناس. في خطة لازم نسويها. شنو؟ هذيلة عندهم عصير اسمه سوبر بوبو. احنا لازم نسوي اسم حق عصيرنا. ايه لازم. لقيتها. شنو؟ نسوي عصير سوبر مشبوس دياي. شنو هذا؟ وشلون استغفر الله؟ ايش فوق دياي؟ ايه حلو شو خلاط؟ لا مو حلو؟ لا لقيتها لقيتها. شنو؟ سوبر مشبوس لحم. لا يعني غير؟ لا مو حلو مو حلو مو حلو مو حلو؟ لا نسميه مع دقوس فوق اصبر. لا نسميه ايه سوبر مهياوة. حبيبي ايش فيك؟ مسوي انت عصير حق كنادرة؟ ما ينفع. يا زعيم زعيم انت شو اسم ابوك؟ عباس. بس نسميه سوبر عباس. عباس نفسه ما راح يشتريه من صدقك. شلون يعني شو اسوي؟ نبي غير. لقيتها لقيتها لقيتها. شنو؟ حق رميثيه هناك الشباب. ايه سوبر تشيلو كباب. روب وفوقه طماط محروق وكبابتين وصماق. صماق بعينك وتاكل كاهن. استغفر الله. حلو صح؟ حلو حلو صح؟ ما حد حلو ما حلو 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 ما مو حلو. نسميه سوبر كيدز ميل. شلون هذا؟ لا لا اطق الكزميل بالخلاط ونفس التكميم طق. لا 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 لازم افكر اسم. ايه ها ايه شنو نسميه؟ سوبر رميان. رميان ليش تضحك؟ ليش تضحك؟ سوبر رميان ليش؟ شنو يعني نجيب ناريله جوز هند ونقرعها ونطلع عود؟ لا لا يعني سوبر حملي. شلون صاير؟ سوبر حملي؟ ايه بكاكاو صغيرة براوني صغيرة. ها صغيرة وتعتها بانكيك كبيرة وصوص. لا فول لا صوص. مو حلو مو حلو مو حلو. شو سميه؟ سميه سوبر شطيكو. سوبر شطي صغير مش راح يخلص ويجيب الحارج. لا 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 هي تيمنا باسم ابوك عباس. واسم ابوك عباس ايه؟ نسميه سوبر عوعو. عصير الفلة عصير نشح ليلة ينحط في نبوك ذيلة عصيرنا الفلة عصيرنا شحليلة ينحط في ملة وشنا أبوك ذيلة. عصيرنا الفلة عصيرنا شحليلة ينحط في ملة وشنا أبوك ذيلة. سوبر حو 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 حو
يلا صفقة يلا سوبر صفقة يلا هذا العصير الفلة طبيعي ماكو منه كل العالم تدله الله والعصير اللي يمنا خله صدقني راح تمله واللي ما قال لك قله بعزم عليه اخواني عصيرنا الفلة عصيرنا يا حليلة ينحط في ملة اشرب 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 يا كويني لا لا عجل لا سوي اوفر مو حلو ايش حاط فيه انت ها ايش حاط معجون معجون طماط طماط اشرب اشرب لا عيب اشرب ما شاء الله ود وجهك اشرب اشرب يا سلام يا ايه عجبه شنو حلو 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 شنو 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 صاحبي تعب شنو 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 الو واحد واحد اثنين شوف 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 يا معود اعمل معروف اعمل معروف اعمل معروف الناس بتهشام ما فيها لا مو شطار خليك واعي واحذر من اي شعلة نار واللي يحذر يقدر يا من الاخطار واللي يحذر يقدر يقدر يا من الإنسان تعمر الأوطان نود لك سلامتك نود لك سلامتك
ترى كبروها كلها عصير. ايش دراني؟ ما ادري. ليش وقفتوا؟ كملوا. تين تين تين. اسكت وقف مكانك. شوف وين المريض شنو فيه؟ ان شاء الله. اسمع. نعم. ابيك تشيك على المكان كله وتشوف اذا في اصابات ثانيه ولا لا. حاضر. اسمعني انت ايش ماكل شارب شنو مو فاهمه منك بس انت شنو شربت شنو كليت ماكل شيء ايش فيك مو عارفه طلع منك كلمه سالي ايش فيك يا سالي شوفي شنو فيك شنو شارب بس خلاص اسكت قول لي شوي خذ نفس وقول لي شنو يقول شارب عصير ايه عصير مو مالنا ما حد عصير مو احنا لا مو احنا ما ايه عصير مو احنا احنا مو مال عصير احنا محلنا مال عصار معجنات وافراح مو مال عصير ما سوينا ايه الحين اشوف موضوعكم عسكر خلكم عند المداخل والمخارج لا تخلون احد يدخل ولا يطلع تفضل شنو؟ العصير لكم؟ ها؟ العصير لكم؟ أنا ما أسمع. أنت شنو؟ أنا ما أسمع السمع عندي في مشكل. مشكل. أذون مال أنا مشكل. أذون مال أنا مشكل. ما أسمع. إيش يقول هذا؟ ها أنت ورا الموضوع هذا كله. ها بدينا هني مني محني أنا محني وبدحني مني. شنو؟ سمحني مني بنو علي ليلي مو ما علنيني. من حني مو من حني شنو ما حني من يمين مو شنو هذا؟ حاشي من بون ما حني مدحني انت ما تتكلم اسمع عمي اسمع انت اللي ورا الموضوع هذا كله يا ابو عباس ها؟ يا ابو عباس لا تخليني بروحي لو سمحت نعم انت ما تشوف؟ اي والله ما اشوف كم هذا؟ اثنين شلون شاف؟ سمعت صوت اثنين سمعت صوت اثنين ربك ياخذ ويعطي اي سمعوني اي نسمع احنا تسمع؟ ما نسمع صوت الاثنين يقولش ما يسمع قاعد بعدني ما داد انت تسمع؟ انا ما اسمع ما يسمع شنو ما انا ما اسمع انا من ما اسمع عشان افهمكم عدل انت شنو؟ ما اسمع وانت؟ ما اسمع ما تتكلم ابد ما اسمع ما تسمع حلو انت ما تتكلم انت ما تتكلم؟ انا ما اشوف ما تشوف ايش فيه؟ ايش قاعد تشوفني؟ مو قاعد اشوفك قاعد اسمع صوت وجهك صوت وجهك شنو اسمع صوت وجهك؟ صوت وجهك عالي ايش دراك؟ ما اسمع ما شاء الله ابو لازم اول ايش دراك؟ يا حج انت تتكلم؟ ابوي انت مدح المنيني يعني انت ما تتكلم؟ ولا مره ولا مره انا فني مدح ولا مره أبوني بدأ ما أنا مسكين إيه الحين أنت ما تسمع وأنت ما تتكلم وأنت ما تشوف بس هذا الموضوع أنا لازم أعرف لي ورا الموضوع هذا كله حضرت الضابط نعم حضرت الضابط نعم سستر عليك الله سستر عليك الله لا تفضحيني يا معودة لا تتكلم يا بنت كيف لو سمحت وآخر حضرت الضابط نعم أداة الجريمة إيه الحين مسكين صرت شنو بعد عدو لف ابو بو لف شويه هذا نفس ملابسهم صح نفس ملابسهم صح ولا لا لا ايش دعوه لا افتح هذا لا لا سمعت صوت صوت اللون لا صوت لا 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 انت قاعد تسمع صح لا ما اسمع جرب حلو الموضوع هذا ما ينسكت عنه ولازم اعرف من وراء الموضوع مصيبة اول ما دشيت هذا المحل هذا لفيت يميني حطيت لقيت هذا الشهايد التجاره موجودين ايش دراك حطيت قبل انا عمي وبعد ما لفيت يمين لفيت يسار صوره نبيل الشعيل او شلون اسمع ما اسمع ما زين ما اسمع بل تسمع لا تسمع لا زين خلاص
وبعد ما لفيت يمين رحت سيده لقيت طاوله مكتب حلو مكتب عود مكتب عود وي. ولما لفيت ورا المكتب ايه؟ وفجاه هوب هوب هوب, هوب. ايه. لا لا يا حضره الاطفائي لو سمحت خلنا نفهم شنو صار بالضبط داخل المحل ايه؟ انت قلت لي انك دخلت المحل ايه؟ ولقيت مكتب عدل. فجأة هوب 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 لا 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 لو سمحت يا حضرة الإطفائي خلني أفهم شنو صاير داخل المحل إيه؟ أنت دخل داخل المحل عادل. ولقيت مكتب إيه؟ قلت لي ورا المكتب وفجأة هوب 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 خلاص هذا إيش فيه كل ما أنت قلت له وفجأة هوب 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 خلاص يعني سلام. أي أحد يقول كلمة فجأة هو أي هوب 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 خلاص لو سمحت ولو سمحت سمعوني ما نبي ولا احد يقول له هوب 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 اخلص لان اي احد يقول له هوب 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 اخلص لا 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 ترى راح ازعل اذا اي احد قال له هوب 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 اخلص ترى انا ما سمعت اي احد بصوت عالي قال له هوب 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 اخلص لا لا بس انا سمعت احد بصوت عالي قال له هوب 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 يلا كمل ولما لفيت ورا المكتب حلو وفجأة لقيت هذا هذا؟ شنو هذا؟ سكتوا سكتوا خلوني اشوف شنو داخل الكيس الحين انا بعد ليت ثلاثة واشوف واحد اثنين قصيت عليكم ما ضبطت الكيس انت ضابط ياهل ولا شنو؟ لا لا انا من شرطة الاطفال تعال تعال قرب 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 يلا تعدون معاي نعد من واحد لثلاثة واحد أوف. أوف. يا معريس عين الله تراك والقمر والنجوم واخر هيا معريس واخر هبي السعاد واخر خلاص سلام عليك خلينا نشوف شنو داخل الكيس وشنو الريحة هذه اللي مو حلوة شنو هذا طلع ما أدري ريحة مو حلوة ريحة مو حلوة من وين الكيس والله يو أكل معفن شنو حلو أكل معفن شوفه شنو هذا أكل معفن داخل محلكم هذا أكل معفن إيه 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 أوف لا 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 أكل معفن أوف معفن أكل معفن إيه أنا عمري ما قلت لا معفن ولا بايت شو الكلام معفن هذا؟ ما ادري عنه لا قلت لا 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 مو زين مو زين لا كخ 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 مو زين يا حبيبي كخ كخ مو زين شو هذا ياكل كذي بعدين يعور بطنه هذا الاكل المعفن مو زين ناكله شوف شوف هذا داخل محلك كله هذا؟ شو كليته معفن مو زين؟ ما زين تاكل معفن لا 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 انتوا بيتكم ما يطبخون الا معفن؟ ايه انا وايد عاجبك الاكل ايه لا 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 كخ مو حلو مو حلو لو سمحت نعم في بعد وحده؟ ها ليش مستانسين على الاكل معفن مو زين يعور بطنكم؟ ايه مو زين الاكل معفن ايه يا جماعه إيه المريض هذا لازم ننقله المستشفى حالا إيه نقله نقله؟ تعال اخذه وخر وخر يا حضره الاطفائي شوي شوي يرضيك؟ شوي يضيق يسوون ايش يسوون ايش يسوون انا ما ادري ما لقيت الا هذا معجون اسنان حطيته حق حق معجون اسنان سمعوني احنا راح نشوف من ورا الموضوع هذا كله طبعا ما في غيركم طبعا وراح نبطل بالموضوع هذا تحقيق حضرة الضابط نعم المحل هذا لازم يتسكر بالكامل تفضل شوف هذه المخالفات اللي عليهم شوف شغلك تفضل خلاص سكر المحل محلكم راح يتسكر محل يتسكر اي نعم وهذه المخالفات بالموضوع ليش تسكر اي نعم لا لا ليش كذا منك كذا منك كذا منك سكر المحل ايش السبب سكر المحل سكر المحل الله محل الله محل شو اقول حق اهلي شو اقول حق اهلي شو مالك انا بفهمهم ان انا شغال مجمع المطاعم شو الفرق يعني مطعم راخي لا لا انا اعرف منو السبب من السبب غيرك هذول 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 انا اوريكم انا اوريكم انا اوريكم خلي فيكم هذا السمر بومو شنو صدق عدول عدول شلونك عدول عادل حبيبنا عدول شلونك شفيك 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 سلام شفيك ريت غار ميت قهر؟ ايه من شنو؟ من اهلي اهلك؟ ايش سووا الظلام ايش سووا؟ حاطين عصير باسم اخوي مو باسمي اوخ
ليش؟ عصير باسم اخوك مو باسمك. حرام هذا. عصير باسم اخوك؟ لو مسوين البيت باسم اخوك شو تسوي؟ زين وبعدين صار؟ ايه شيش فيك انت؟ شو اللي تبيه؟ شو اللي تبي؟ ابي عصير باسمي. تبي عصير باسمك؟ اسمع اسمع احنا ابيك تسمع كلامنا من اليوم ورايح وتصير رفيجنا. ليش؟ لان احنا ناس طيبين. احنا طيبين صح؟ احنا طيبين صح؟ بلا بلا احنا طيبين صح؟ احنا طيبين عدل؟ هما طيبين صح؟ شوف شوف احنا الطيبين الثلاثة ربع. احنا ثلاثة ربع طيبين بس هذا مو طيب. بلا 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 اعلى اعلى قولوا له انا طيب. طيب انت اللي مو طيب. انا حل. قول انتوا انتوا هذول بس هذول من الخط هذا اللي هني هذا كلهم ربعي. قولوا له حيل حيل اوه. انا اوريك هذا اللاين من هني هذا كله ربعي ربعي. قولوا له اوه. سطر هناك متحجبات ساكتين. قولوا قولوا اوه. انا اللي بالنص كل هذول حقي انا. قولوا اوه. اوه ربعي اوه اعلى اوه. قولوا واه. قولوا ايه. قولوا واه. قولوا مي. قولوا اوه. قولوا اوه. واه. يا شنو عوعو؟ اصلا في غش في غش هناك. رفريه كلهم امهات ما يتكلمون. لا هذا الامهات هني قاعد يقولون وياي. حبيبي انت عادل بنسوي لك خلاص عصير سوبر عوعو. خلاص اختار اي اسم تبي. اي اسم تبي عجبك. تبي سوبر عوعو خلاص خلي حقك. قول اي اسم. ابي اسم عادل اسطوره. فيك يقول عادل هذا اسطوره. اي اي سمعته يقول يبي اسمه عادل الاسبوره. لا لا قولوا له قولوا له شنو اللي قلت؟ اي هذا هو عادل الصبوره. لا ايش فيك انت؟ قولوا له قولوا له ايش؟ لا قال قال عادل الطنبوره. اي هذا هو عادل السنفوره. لا 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 عادل صمونه. ايه صح عادل. ايه عادل طبشوره. مو طنبوره مو سمسوسه مو مو مسطره. قولوا له قولوا له عادل لبجاره. ايه عادل اسطوره. خلاص عرفنا خلاص خلاص راح نسمي عصير عصير عادل اسطورة. حق شنو هذا؟ حنان ما تقدر عندها امتحانات فاينل. بكاء بكاء. انا راح اصير البطل. ما حد هني راح يصير نفس مستواي. لا حبيبي الا شنب. ما يصير ابي دور ستيتش. أول مرة مثل مساعدة أطفال. بيبي ما ما بيشتغل. لا يكون دورها أطول من دوري. يلا عزيز أخيرا بسولف بهالمسرحية. يلا روح الله يستر عليك. روح روح روح. أنا أطول واحد بالمسرحية وأفتخر. سلوم الحين ويانا ولا مو ويانا؟ ما بي يقرر. أنا أكلم عدنان. 20 يوم فرح جاهزة؟ وين طالع؟ طالعك؟ بوبو شو اسم المسرحية؟ عائلة عدنان في عالم ستش الزعلان. لا حكاية عائلة عدنان في عالم ستش الزعلان. صح أنت صح أنت هو الصح.
نسوي عصير خلطاتنا نشتغل فيها بذمة وضمير وهيا ترى نضبط خلطة العصير ما يندرى بنجرب واللي يصير يصير الحمد لله والخلطة وخلصناها هذه خلطتنا الجديدة تبي تجربون خلطتنا الجديدة ما اسمع تبي تجربون خلطتنا الجديدة راح اخليكم كلكم تجربون الخلطة بس اول شيء راح اخلي بوبو يجربها اذا حلوة اخليكم اوكي يلا بوبو ابيك تجربها وتعطيني رايك مو حلوه اوف مو حلوه اكيد نسينا شيء اكيد نسينا نحط شيء بالخلطه ترى انا تعبت كم مره بنعيدها بنعيدها لين متى ما علي ما راح نعيدها مره ومرتين وثلاث لما نضبط الطعم لازم نعيدها مره ومرتين وثلاث مرات عشان عادل يستانس على طاري عادل عدول انا فاقده وينه ما شفته اوه خشو هلا عادل شنو هذا شنو خاشين عني هلا يما حياك الله اصلا كنا قاعد ندورك وينك عدول انت وينك توني قاعد نسال عنك ما مليت طول اليوم برا البيت تدري شلون لو قاعد برا احسن ما اقعد هني شنو تقعد برا البيت احسن ما تقعد مع اهلك اي لان انا حالي حال حلال وبوبو بس انتم ما تحبوني كل شيء تخشون عني تدري شلون ولا انا احبكم عادل عادل ترى هذا زعل من صجه خلينا نقول له خلاص ليش نخش عنه لا ما نقول له ليش ما نقول له اصلا عدوله اول ما يدري ان احنا مسوين عصير وخلطه جديده باسمه وايد راح يستانس الله يهدي الله يهدي عادل لو يدري بس احنا شنو قاعد نسوي عشانه تدرون شلون شباب ابيكم ترتبون المخزن عدل واحنا خلنا ناخذ الخلطه ونروح داخل المخزن ونعيد مره ثانيه الخلطه يلا امشوا معي امشوا لا تحجون لا تحجون احنا سكتوا لا تفتنون سكتوا لا 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 هدوء هدوء زعيم نعم في صوت مزعج وين هني سكتوا سكتوا عندي سمرة 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 لحظة لحظة سولفوا احنا لازم الحين نخرب المكان هذا صح ونقط ذبان علشان هذا ذبان؟ ذبان بنقط الذبان بمحلهم ايه عشان يخرب المحل مالهم كله
بنقط الذبان عليهم. نقط الذبان. نقط الذبان. نقطة. بلى. بلى بنقطة. عدود بنقط الذبان عدنان. يلا يلا يلا. يلا انتوا شلون دخلتهم داخل؟ ها؟ شلون دخلتهم داخل؟ مربيهم انا يعرفون يعرفون المكان. شلون مربيهم؟ مربيهم داخل هني. ايش كثر ايش كثر ربيتهم؟ والله صار له سنة يمكن. هم عمرهم اسبوعين، شلون سنة مدربهم؟ ما عليك انت. هذول عيالهم عيال عيال. عيالهم اي. يلا يلا. بنقط الذبان. يلا. واحد. هي هي. ثلاثة. طلعنا. إيه أخيرا طلعنا. بس إحنا ليش طلعنا؟ ها؟ ما أدري أنا ذبانة بسرعة أنسى. أنتوا ما تعرفين. إيه شنو ليش جايين إحنا؟ إيش فيكم؟ إحنا طلعنا نخرب الخطة. إيه صح عشان نروح لهم. بس هاي خطة. الخطة الخطة. الخطة شنو؟ إنزين إحنا شنو بنسوي؟ أنا أقول لكم لحقوني لحقوني. يلا بسرعة 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 نروح لهم. ها جاهزين؟ اي بس جاهزين حق شنو؟ انا ذبانه بسرعه انسى. تكفى مو وقتك تنسى. يلا عد معاي من الواحد للثلاثه. اعد من الواحد للثلاثه؟ اي يلا واحد خمسه واربعين تسعين. لا غلط غلط. ما ادري انا ذبانه بسرعه انسى. عد معاي واحد اثنين ثلاثه. خلونا ندق على ماكدونالدز. احسن. ها قامت هي. از از واخري. اي اقول لك از واخري. بتعز ولا شلون؟ الضربه العزوزيه واخري. اي 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 تعورتي وايد. اي قصور عزيز. حرام حتى شباصتك طاحت هناك. اللي شاريتها من سوق اليمعة. انا لعقوني. ايش فيك؟ ما ادري ايش في صوتي. لا لا هذا مو صوت ذبانة. هذا صوت حصان. لا هذا صوت خروف. زين الحين ايش بنسوي؟ شمه شمه. شنو؟ قاعد تشمون؟ شنو؟ هذه أكيد ريحة إفليس. أرجوك يا مجرم لا إبليس. آخ رشيت بعيوني ما طالع. رشيت بعيوني أحسن. ورشيت بحلجي كذي الناس يطقون. آي آي خليتوني بروحي. دعوني عليه. يلا واحد اثنين ثلاث. هيا صرنا عائلة واحدة وعلى إيد وعلى قلب واحد قدرنا نغلب الذبان. هي
الحمد لله الحمد لله. اليوم وايد تعبنا، ايش رايكم نروح نخش الخلطات وباكر نسوي الخلطه؟ يلا يلا امشوا امشوا. ها الذبان وينهم؟ كان جناح واحدة منهم. أوف ها ماتت يا علي. ماتوا. أنا ربيتهم. إيش ربيتهم؟ خطتك فشلت يا زعيم. ريحة ريحة فليت. فليت ريحة فليت. ذبحوا الذبان؟ ما كنت أتوقع. ذبحوا الذبان وقصوا الإكستنشن مال الذبانة. ما توقعت انه يموت بالهذا بالفليت؟ ايه؟ هذا اول شيء يتوقع لازم هذا فليت الذبان اكيد بيحط مشروع عليه فليت. يعني ماتوا المجرمين. شيك شيك شنو؟ في شيء هناك اطوفه. شنو؟ ها شو هذا ظلك؟ ظلي؟ اي شنو هذا؟ شنو هذا؟ هذا كلب. تقدر تسوي بطه؟ واق واق واق. زين تقدر تسوي سلحفات؟ حح حح شنو حح حح ما فيها صوت؟ هذا صوت الارض ويتحك. حح حح قاعد تمشي يا جماعه. شلون تمشي الحمسه؟ كذي كذي. وشلون تمشي الحمسه؟ يمكن كذي. ايش لون تمشي الحمسه؟ كذي كذي. وايش لون تمشي الحمسه؟ ما ادري كذي. تاس الحفاظ ليش هي فضيه؟ هي اللي غثني براسي. ليش؟ لما تشوفه بحوش يغزك. اي قوات عين تكشه يطالعك. شنو بينك وبين شيء؟ الطقه يقعد ذيله يقعد يلبط 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 يلبط. انت ما تقولوا لي احنا ليش داشين هني؟ انت اللي دششنا انت الزعيم. مو عشان ندور التركيبه؟ اي اي الحين وش قاعد شلون يمشي يحمسه كذي كذي؟ شنو هذا؟ شو سوينا؟ كذي كذي. يا زعيم احنا الحين جايين عشان لازم نبوك تركيبه سوبر بوبو. يلا تركيبه العصير عشان نخربها. اي اوكي يلا خلينا ندور. دوروا دوروا ندور ندور. يلا دور دور. لقيته. شنو؟ لقيته. شنو؟ الباب اللي دشينا منه. ندري ندري فيك عشان نحاش منه بس. ندري احنا ترى داشين منه. ندري تو الناس تو الناس. هذا باب النحشه. اي تو الناس. الله لقيته. شنو؟ لقيته القواطي. يا القوطي احنا نبي التركيبه ما نبي قواطي. اي اكيد التركيبه بالقوطي. وين قواطي كلها خاليه؟ ايش فيك انت؟ ان شاء الله فكروا دوروا مش مني مني. تبون اسوي لكم خلطه موهيتو؟ لا ايش نبي موهيتو؟ يا جماعه تعال تعال بس خلاص انحلت انحلت. شنو لقينا؟ الايباد. ايباد ايباد. يلا بطله بطله بويهك انت تشابه حنان. اي اي الايباد اكيد فيه سر التركيبه داخل. يلا يلا بس شلون بالباسورد؟ شلون الحين ما يتبطل؟ ماكو ما يتبطل. لا هيا خل نروح هذا حولي. ليش انت شارع ابن خلدون هناك كله في ايبادات وهذا ونسوي فورمات. فورمات يروح بعدين ما فكره. ما كل نبيع الايباد نشتري ايباد جديد وعندنا رقم سري حبيبي. نبي تركيبه. ما في تركيبه هذاك. نبي التركيبه هني. بالايميل التركيبه داخل هني. شو نسوي؟ ايه 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 ندق عليهم ندق على عدنان ونقلد صوت بوبو نقول له عطنا التركيبه. شلون صوت بوبو؟ صوت بوبو هو يسوي الزعيم سوى. انا سوبر بوبو. ايه شلون شلون؟ انا سوبر بوبو شيطان. اي يقول دق عليه قول له عطنا الباسورد. اما شنو باسورد؟ لا 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 تسوون صوت سوبر بوبو. ها سووا صوت الايباد. شلون في عاد في ايباد عنده صوت؟ اي شلون طقن؟ والله ما حط طقن غيرك. شو نسوي الحين يا زعيم؟ الحين قام خلنا نتصرف. شلون وين الباسورد؟ وين حصل عند منو؟ ها باسورد من اللي بطل لي اياه؟ ما ادري انا فقدت الذاكره. فقدت الذاكره؟ اكيد اليهال اليهال هم عندهم الباسورد. يبغى الحين اي شوف حنان حنان حنان. ابي اصور سيلفي. لا لا ابي اصور سيلفي. لا ابي اصور سيلفي. انخش 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 انخشوا انخشوا. انا وين ايبادي؟ انا متاكده ايبادي كان هني. في أحد كان هني؟ في
خيار. ماكو. وين يمين؟ وين يمين؟ إيه؟ ألف؟ ليش ما ألف؟ على اليسار. وين ورا؟ ألف ورا؟ يلا بلف ورا. تعبت تعبت انحكرت. وانتوا تفتون علينا ها؟ ايه ليش تفتون؟ فيكم؟ اي والله هي تدور وهم يقول لها مني وهي تقول لهم ماكو تقول مني ماكو دياية ماكو وهم يفتون ماكو وين رفيجنا؟ ايش فيك انت؟ رفيجنا وينه؟ ما ادري عنه كان وياك هني وين راح؟ وين راح؟ شفت؟ قلتك هو وياهم قاص علينا هو فانز حاط صورته على الثلاجة اي بوستر حاطه اي لا و 3 دي بعد طالع اي على اشلعها من مكانها اشلع من مكانها حية جبل المدينة اوه غرحني غرحتني انت غرحتني ما قدر اصور سيلفي مع حنان ليش تصور سيلفي؟ بس سيلفي شو الحل الحين؟ الحين شو الحل يا سعيد؟ الحل ماكو هذا وقته منو؟ النادي عادل اسطورة ايه الو عادل اسطورة لحقنا الشر تطاير شر هذه الاسطورة تنالك شر بنت شوفة واخر عنا سر وحط بالك لا لا تتشر عن هواه ما قدر دقطة وانت
الايام شوقه والحنين. بس 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 مايكل جاكسون خلاص. يا مو مايكل جاكسون هذا اللي قاله مايكل المهنة. مايكل المرطة. مايكل المرطة. اخذوا اللي تبون لا تخافون انا معكم. كفو كفو والله يا عدل هذا الهمو فيك يا اسطورة. تكفى دام ناخذ النبي نبي الباسورد مال الايباد نبي التركيبة داخل. لا شنو لا ما بعطيك. ليش ما تعطيني؟ لانه ما اعرف الباسورد. ما تعرفه؟ ليش ما تعرفه؟ وش حقه ما تعرفه؟ لا تصرح عليه شوي شوي. مالش على شنو مسوي عادل الاسطورة؟ عادل حبيبي عادل نبي التركيبة الجديدة مات العصير الجديد شنو هي؟ ما اعرفها. شو ما تعرفها؟ عطني اياها. ما اعرفها. شو ما تعرفها؟ قلت لك هذا ابو كفو هذا. هذا نفسينا كادبوري وحالتنا حالة بعد خلصت. انزل شوي شوي اخبط. عادل احنا خلاص ما تعرفها نبي شيء بسيط وعنونه طلب طلب زين عصير سوبر بوبو وين شو نحصله؟ عصير سوبر بوبو؟ اي وين حاطينه؟ وين حاطينه؟ عصير سوبر بوبو؟ اي ثلاجة سوبر بوبو. يا سلام. انا شو تسوي؟ قاعد العب رياضة شوكو. حلان؟ واحد اثنين. عدول؟ ايش قاعد تسوي وياهم؟ حلان وقفة احنا متفق لازم اتفاق يتم. عدول لا يقصون عليك هذول اشرار لا تبطلون الثلاجة. لا يا عادل ايش قاعد تسوي؟ تب تعطيهم تركيبتنا اللي تعبنا عليها كلنا كعائلة واحدة؟ لا يقصون عليك هذول أشرار. لا تسوي كذي. لا تسوي كذي. إحنا دي الأشرار. لا تسوي كذي. لا تسوي كذي. لا تصرخين. لا تصرخين. أنت منو عشان تصرخين على عدول؟ هذا عاد الأسطورة ما حصرخ عليه. عدول 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 عدول. عدول 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 عدول. كفو كفو بعدول يا فلسطيني. الثلاجة قدامك وروح واخذ اللي تبيه ان شاء الله. انا سوبر بوبو. شنو؟ الله العظيم انت شنو شنو؟ انا سوبر بوبو. شنو؟ انا سوبر بوبو. ثلاثة بتن واحد معضل. حبيبي هالطول واحنا بلاية شلون تحكي كلمة هذا شفته؟ انا سوبر بوبو. ومنو يعني؟ وشنو يعني سوبر بوبو؟ انا سوبر بوبو. وش بيسوي؟ شنسوي البنفسي جاني لا يعكر علي جوي. أنا عارف حق إخواني. طلعوا من المحل وردوا كل شيء مكانه. وخر عنهم ومالك شغل فيهم. لا تحاول توقف بطريقهم. نوقف كلنا بطريقهم وطريق كل من يحاول ياخذ منا تعبنا ومجهودنا. وانت اول واحد لازم توقف بطريقهم وما تسمح يوصلون لسر من اسرارنا. شلون ترضاها علينا؟ طول عمرنا عائلة وايد واحدة ما نوقف ضد بعض والحين واقف مع الغريب ضد اخوك. الغريب هو اللي حقك حلمه لما انت حقرتوه. فضلت بوبو على عادل والحين صار ولدكم حبيبكم. مالك شغل فيه. لا يخربط افكارك بهالكلام. امي وابوي عمرهم ما فضلوا احد فينا على الثاني.
مبلا يحبونك ويحبون بوبو وانا لا، اكلمهم ما يسمعوني، اطلب منهم يحققون حلمي ما يهتمون، واهم شيء عندهم سوبر بوبو سوبر بوبو. لا تستعيل بحكمك ترى راح تندم. عادل انت فاهم غلط، لما اقول لك كل شيء بوقته ما تسمعني ولا تفهمني. عدول احنا نحبك ما تشغل فيهم، لا تسمع كلامهم. انت لا تسمع معاي حقره انت. هاي بوبو اسمع، من اليوم ورايح ماكو شيء اسمه سوبر بوبو، في بس عادل الأسطورة. انا هددتكم وانتو كيفكم. انا اوريك. كسر، لازم نتعاون يا عادل، احنا اخوان لازم نوقف المشاكل. اي اخوان وانتو كل شي تخشون عني. احنا مو خاشين عنك شي، ليش ما تصدقنا؟ عيل فهمني شنو اللي صار من وراي تحكى. انا اقول لك شنو صار. جاهزين؟ اخترنا حق عدول المكونات اللي يحبها واكيد راح يعجبه العصير. انا حيل متحمس وناطر اشوف ردة فعل عادل. عدول ولدي واعرفه زين راح يستانس. خلونا نشتغل عدل وما ننسى ولا مكون من المكونات المكتوبة. مفاجأة ما راح يتوقعها، عصير عادل الاسطورة الاصلي. ما بقى شيء ويصير جاهز، لازم نخلص بسرعة ونخشه بالثلاجة قبل لا يحس ويشوفنا عادل، ولا المفاجأة راح تخترب. أنا سويت كل البوسترات والصور، وباكر أنا وبوبو من الصبح بنعلقهم على كل المحل، نوزعهم على كل الناس، وبنسوي أحلى إعلان حق أخوي وحبيبي عادل الأسطورة. عرفت الحين ولا لا؟ كل هذا صار وأنا ما أدري عنه؟ لازم أصلح غلطتي ما ساعد هذيلة. المشكلة المكان كله تكسر، شو أسوي؟ أنا لازم أصلح غلطتي والحين. يا البنفسجاني مالك مكان بيننا. يما يبا أنا آسف. شو صاير؟ شنو؟ مسكونا شرطة سريلانكا؟ احنا سمعنا اصوات المتفجرات ويابتنا لهني، فيكم شيء؟ لا الحمد لله ما فينا شيء. ما كل العافية الحمد لله، الحمد لله. نمشي نمشي يلا مشينا مشينا مشينا. يلا يلا الحمد لله ما فينا شيء. وقف انت فيك شيء؟ تحس بشيء؟ لا ما فينا شيء، بس ريل منكسرة وايدي متكسرة وكل شيء متكسر. شلون قاعد تتحرك ايدك منكسرة؟ انت وبعد انت ما عندي غيركم انا ولا شنو؟ انا ما اشمس. ما شنو؟ ما اشمس. ما شبس؟ ها؟ شبس انت شبس؟ اشمس من الشبس. اشمس من الشبس. وانت ابو عديد بوبو. ادب دوبو. وانت ما تشوف؟ لا اشوف قاعد اشوف. الحين صرت اشوف. كنت قاعد اكذب عليك. هذول منو تجي مربطهم هذول؟ يا حضرة الضابط احنا ربطناهم مساعدة سوبر بوبو. سوبر بوبو؟ الله يستاهل صفقة. كفو. كفو عليك يا سوبر بوبو.
زين اللي تسوي فيهم الحين وادهم السجن. ليش ليش؟ يلا يلا السجن يلا. الحين الحين؟ الحين الحين متى؟ بعد 20 دقايق تكفى. يلا روح. بعد شنو؟ سمت سمت. شرط بعد شرط. اوه ها ها ما ابي. يلا. ما ابي مخفى لا تصرخ انت بوب ولا علمك. اوه. ها في عدش هناك. يلا يلا. اي اي. ما شاء الله ما شاء الله. المكان وايد نظيف وصلاحية منتجاتكم سليمة 100% على الأقل أحسن من محل يمكم. المحل هذا مو مرتب كلش وصلاحيته منتهية. إي أمي وأبوي وايد مهتمين بالتفاصيل. كفو عليكم كفو. بس أنا عندي سؤال، ممكن أجرب هذا الشيء؟ تفضل. بس هذا شنو اسمه؟ عصير سوبر بوبو. عصير سوبر بوبو؟ إي. هنجرب. شنو؟ الحقني. شنو شفيك؟ شفيك صاير شفيك؟ ما عرفت على منو؟ لا منو؟ أنا سوبر إطفاي. الله الله استاذ صفقة. شكراً يا سوبر إطفاي. يعطيكم العافية. إذا احتجتونا إحنا بخدمتكم. ما قصرت. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. تعال قول معي. هذا عادل ما في إلا العافية، وهذه شوية مسكنات تصرفونها من الصيدلية وما تشوفون شر. الشر ما يجيك، يعطيك العافية. بس لو سمحتي عادي تجربين عصيرنا؟ إيه ليش لا؟ تفضلي. شنو؟ شنو؟ شنو شفيك؟ صرت سوبر ممرضة؟ بعد؟ كل هذا العصير يسوي فيكم سوبر ممرضة وسوبر إطفاي. الله شو العصير هذا؟ الله يعطيكم العافية، ما قصرتوا، دائما الشرطة بخدمة الشعب. الله يعافيك، احنا ما سوينا شيء وهذا واجبنا. وأنا أنصح دائما كل واحد لازم يكون دائما مع أهله ولازم يسمع كلامهم، صح لازم يسمع كلام أهلنا؟ صح لازم نسمع كلام أهلنا؟ سابقوا حق روحكم ستار. برافو عليكم. وانتم بعد ما شاء الله عليكم حبكم حق شغلكم وحبكم ما بيناتكم بين على شغلكم كله. وعلى فكرة أنا وايد أحبكم وايد ومتابعكم حتى بالإنستغرام، متابعكم مسوي لكم بلوك. شنو؟ بلوك مسوي لكم تابعكم. مسوي لنا بلوك يعني يعني ما تشوفنا. ليش مبلى بالتابعكم؟ اسمها فولو زرقة. الزرق انا توني جديد بالانستغرام. ما اعرف. اي لا عادي مسوي لكم هذه فولو. فولو ايه. اسمها اي فولو. قواك الله. يلا حبيب. مع السلامة حبيب. لو سمحت امر ما احصل عندكم عصير زايد. تبي عصير؟ ايه لان انا شفت سوبر ممرضة وسوبر طفائي قلت يمكن اصير سوبر شرطي. ايه نعطيك عصير بس مو انا اللي راح اعطيك. منو يعطيني؟ سوبر بوبو اللي راح يعطيك. يلا خلينا نشوف سوبر بوبو. يمكن يمكن اصير سوبر شرطي ما ادري. صندوق. ما شاء الله وايد وايد حلو. تدرون شنو صرت؟ شنو؟ قولوا لهم شنو صرت؟ يلا مع السلامة. يما يبا انا اسف. ايه يا عادل يا ولدي يا حبيبي دامك اعترفت بغلطك وتأسفت اكيد بنسامحك لان احنا دايما عائلة واحدة واكيد راح نسامحك. لا تفكر في يوم من الايام نحن نفرق بينك وبين اخوانك، كل ام وابو يحبون عيالهم نفس الشيء. ودير بالك بيوم احد يفرق بينك وبين اخوك. اجي